الدراسة هو القوية ولا الدراسة هو مش قوية. احنا عندنا الآن نظام الثانوية العامة الجديد يعني بعتقد من أكثر الأنظمة المتحضرة والمتطورة، أجرينا فيه العديد من التغييرات، صار الطالب يعيد قد ما بده، صار الحد الأدنى للنجاح في المادة 40%، صار في مجال خيارات، وبالتالي الضغط اللي كان موجود في امتحان الثانوية العامة ما عاد له مبرر. أما أنه أنا ودي أطلع ابني مشان يجيب معدل عالي برا بطريقة سهلة حتى يجي ويحصل على قبول طب، وبعتقد أيضا هذا لم يعد مبررا، لأن الطالب بالنتيجة راح يتقدم لامتحان قدراته تحصيلي، وهذه النتيجة في الامتحان هي التي ستعتمد للجامعات وليست العلامة اللي راح يجيبها من برا. يعني ممكن يجيب من مدرسة من الخارج 100% لكن بقدم امتحان قدرات تحصيلي بيجيب 60، ما بطلع له قبول في الجامعة. فلذلك يبدو أنه هذه الأمور يعني مش واضحة لدى العديد من أولياء الأمور اللي وقعوا ضحايا، أنا بعتقد وقعوا ضحايا بين ضغط أباتهم بين ضغط أبنائهم، وأبنائهم طبعا لأنه الأمهات مع كل الاحترام والتقدير بيلعبن دور مهم جدا. شمعنا أنه ابن فلان يطلع وابني ما يطلع؟ أنا بس بتكلم عن حالي، ما أنا أردني ترى مشان هيك بتكلم وأنا متريح يعني. وأيضا حلم الأبو أنه ابنه يكمل دراسته، هناك حالات فردية للأمانة، يعني أنه طالب جايب معدل 85 لكن في مادة بأخذه بعيد فيها يعني مو قادر ينجح فيها. على أي حال أنا بتمنى من وزارة التربية والتعليم وإحنا كلجنة التربية النيابية الآن يعني بنقدم توصية باسمي واسم زملائي أنه على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بإجراء تعديل فوري على النظام، إجراء تعديل فوري على النظام لإغلاق الباب اعتبارا من العام القادم على كل من يقوم بإرسال ابنه لإكمال الثانوية العامة خارج المملكة دون مبرر. احنا طول عمرنا بنعرف انه اللي بيخلصوا ثانوية عامة خارج الأردن ليش؟ اما انه ابوه بيكون مبعوث دبلوماسي في الخارج او عسكري في الخارج او موظف او مقيم في الخارج او عنده شغل في الخارج، فهذا امر منطقي. انا سافرت على قطر قعدت فترة من الزمن، اضطريت اخذ اولادي معي، بنتي ودها تقدم في البلد اللي انا موجود فيه، وضع طبيعي، وهذه بلد ومدارس نظاميه بتسري عليها الاحكام اللي بتسري على كل طالب وطني. لكن اللي حصلت انه صار في مدارس قاعده بتمارس التجاره خارج بلدانها الاصليه، صار في عندنا العديد من السماسره الموجودين بالاردن باخذوا مبالغ باهظه وبخلوا عيالنا، بحكيها بالكركي، بخلوا عيالنا بين ثنا وشراب، يعني لا 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 بيمشوا في أموره، مجرد ما يأخذ 800 ولا 1000 ولا 2000 ولا 3000 دينار برمي العيل. عدد كبير من أولادنا في تركيا، أنا بقولت لكم دراستهم في قهوة اسمها قهوة سادباد في الاستقلال، وأنا شفتها. أنا كرئيس لجنة التربية النيابية تعرفت إلى محاولة رشوة من بعض المدارس بدعوتي إلى زيارة هذه المدارس، بقولها وخلي كل وسائل الإعلام تنقلها، بدعوة لي ولأفراد أسرتي أني أزور وعلى حساب تلك المدرسة. فقلت له أنا بعرف طريق تركيا جيدا، فإذا جيت ودي أزور بجي بزور من خلال لجنة التربية النيابية وبطرق الرسمية، ولست في حاجة لتذكرة سفر ولا لغير. فخلينا نحط النقاط على الحروف. الآن هذه الظاهرة أصحاب العطوفة رجاء تنقلوها وتشتغلوا عليها بشكل طارئ، بحيث ما يبدأ شهر 9 هذا أن واحد يطلع برا الأردن. يا سيدي يا سيدي، ما هو احنا كمان ما مش معقول كل سنه وانا طالعين. هاي الدكتور ابراهيم يعني منفجر من جوا مو قادر يحكي، يعني مش معقول. هسه بدنا نحل مشكله الشباب هذول، احنا خليكم لحالكم. بس احنا الان يا دكتور، احنا السنه الماضيه حكينا هذا الكلام صح ولا لا يا دكتور نواف؟ واحنا حكينا الكلام السنه الماضيه يا اخواني، مو يعني 4000 طالب بنطلعهم برا، وزارة الخارجية مي حافليتنا، والسفير مو حافلنا، التربية مي حافليتنا. يا جماعة الخير سكروا هالطابق، النص واضح. واحد أبوه برا عنده عقد عمل ولا عنده تجارة، ابنه يقرأ توجيهي وين ما بده، ودنا نمشي في الوطن الرسمي. لكن تجارة الشهادات وقفوها يا جماعة الخير، يعني 4000 و5000 طالب بنبعثهم 18 سنة، يعني بيرجعوا لنا، يا يرجع لنا لا سمح الله مذبوح، ولا يرجع لنا بتعاطى مخدرات، ولا 18 سنة. عيالنا في الدور ما احنا قادرين عليهم يا جماعة الخير، والله العظيم عيالنا في الدور ما احنا قادرين عليهم، كيف نطلعهم برا؟ فرجاءً هذا ناقوس خطر. أنا باسم مجلس النواب الأردني وباسم زملائي بطلب من وزارة التربية فورا إجراء تعديل فوري على نظام الشهادات بهذا الأساس. الموضوع الثاني الآن بالموضوع اللي احنا مجتمعين فيه بخصوص ما بقول ستاتس كوا، الوضع الراهن لطلابنا، ارجو انكم توافونا
نسمع من الأولياء الأمور وين وصلت الأمور، ثم نشوف جهود وزارة التربية ووزارة الخارجية مشكورة في هذا المجال حتى نكثف كل جهودنا الدبلوماسية في الأردن في سبيل مثل ما بقولوا نخليها حفار دفار هالمرة مع أخواننا الليبيين، نحل مشكلة عيالنا الحالية وبعدين في المستقبل لكل حادث حديث. شكرا جزيلا. تعنت الوزير الليبي سيدي، احنا طبعا نعرف انه لا يجوز التدخل بشؤون الدول الاخرى، كل الاحترام والتقدير. الحركه التصحيحيه اللي قاعد يقوم فيها هو اعلن رسميا بمؤتمر صحفي انه يقوم بحركه تصحيحيه للتعليم، فعلا 95% معدل نجاح مستحيل، يعني مو صح، هو حقه. ولذلك طلعت نسبه النجاح عنده بالثانويه داخل ليبيا 39%. هلا اجراءاته هاي هو اللي بيتعامل معنا، طبق القانون علينا بس ما اعطانا حق. هلا المشكله هاي نتائج غير حقيقيه مزيفه. اول امبارح نزلت النتائج رسميا سعادتك، اول امبارح وين حق التظلم؟ وين حقي بمراجعه الورقه الامتحانيه؟ يوم السبت في عندك الامتحان الدور الثاني، كيف بده يدرس الولد؟ وين النفسيه تبعته؟ مشان هذا الحكي طبعا اعلان النتيجه لغايه اليوم يقول لك في تصحيح، لغايه الان في تصحيح، تظهر نتائج الناس طلعناها بطريقه شخصيه يوم الجمعه اللي فاتت سعادتك، فجأنا ناس تفتح على الـ على الـ على الـ على النتيجه، بعد ربع ساعه تطلع النتيجه راسب مش طبيعي مو صح، تلقى طالب له اكثر من رقمين، يعني مشاكل كثيره، يعني ما في مجال للفكر. طيب فهو طبق قانون حقه ولا تدخل بالسياده الليبيه، لكنه ما اعطانا حقنا انه انت مفروض انت من اول تراقب مدارسك. سيدي انا قدامك بقول لك ادارات المدارس كانت غير متعاونه، لما يكون ظرف زي هيك مش مفروض تكون على راس عملها وتحط ناطق اعلامي؟ قديش انا نشدت الوزير الليبي ووكيله بانك حط ناطق اعلامي مشان انت استفسر منك. الشيء اللي احنا ما ذكرناه وما ذكروش حدا من الاخوان انه احنا بعد ما طلع القرار الليبي تواصلنا مع السفير الليبي واستدعيناه، احنا حتى ما بنقول استدعيناه لانه ما له ذنب بالموضوع، رجل اجى وتحدثنا معه بهذا الموضوع وكان متعاون جدا، وحكيناها في اكثر من مناسبه للاخوه، حمل ملفنا وقال قبلوني محامي عنكم مجاني ولن تجدوا محامي افضل مني يدافع عن قضيتكم، ومشى بهذا الروح وما زال متعاون إلى هذه اللحظة. طبعا اللي حصل أنه بعد ما عدل وزير التربية والتعليم الليبي عن قرار، الآن احنا تفاجأنا بأنه جميع الطلبة رسبوا بمادة التربية الإسلامية. تواصلنا مع السفير الليبي وأمام الإخوة، تبريرهم بأنه رسبوا بالدين أنه هذا الموضوع المادة حصل فيها تسرب، تسريب للأسئلة، وإحنا ما بنصير يعني إن نوافق على إنه الموضوع حار. طبعاً يا أخوان الشيء اللي بدي أحكي لكم إياه بحضور وزارة التربية، إحنا عندنا نظام تربوي نفاخر فيه الدنيا، والسفير الليبي بيقول لك أنا عندي 3 أبناء جميعهم يحملون الثانوية العامة الأردنية وبيكملوا بالجامعات الأردنية، هذه رسالة واضحة أنتم بتفهموا معناها وفحواها، إذا بده أولاده يجيبوا 99 هو أحق بجيب 99، لكن هو بده شهادة يثق فيها، وليس هنالك شهادة في المنطقة أفضل من شهادة. طيب إحنا الآن في عنده قرار بقول لك إنه الآن المادة هاي حصل فيها تسريب، المشكلة الآن تشعبت. هاي الإخوة رجعوني يوم السبت، أنا استقبلتهم يوم السبت، والله ما قصرتوا يا سيدي. الآن المشكلة إحنا بنشتغل على يعني اتجاهات متوازية، خطبنا السفير الليبي ووعدنا بأنه يخاطب وزير التربية للأمانة، يعني أنا بتكلم بهذا الموضوع بدءا من معالي وزير، يعني حتى معالي الوزير بتبعث لي على الواتساب برد عليك بقول لك أي الشباب، وأنا والله موجود في القاهرة واعتذر لي من الشباب ما بقدر أجي، فيعني جهودكم مشكورة. فلذلك كان هذا الهدف من هذا الاجتماع حتى على الملأ الناس تعرف شو الجهود اللي بتبذلها الدولة الأردنية في هذا المجال. الآن عندنا ظاهرة، عندنا قضية، عندنا مشكلة حقيقية عارفين أسبابها، وبس احنا كثير منا بحب يجامل وبغطي الشمس في غربال. وانا بحكي بمرارة لانه احد الاشخاص المسؤولين في الاردن لما بدت وزارة التربية والتعليم تضع امتحان القدرات والتحصيل طالب بإلغائه، وجاء دكتور خان الغيب بقول له يا رجل امتحان قدرات التحصيل سهل، يعني بدي اشوف الاولويات، وانه بقول يا رجل العيل اللي عندي ما بعرف يكتب املا،
والله العظيم والله العظيم ثلاث ايمان. قضيه يعني احنا في قضيتين، القضيه الاولى المتعلقه بالشهادات المدرسيه اللي في خارج بلدانها الاصليه بشكل عام، والقضيه الثانيه الاخوان الجايين عليها اللي هي القضيه اللي الطلاب الان موجودين بها وصار في عمليه تفسير وما يعني وعدم نجاح الطلاب. انا في لجنه في وزاره التربيه والتعليم عندنا تشريعات، عندنا نظام للمعادله وعندنا تعليمات صادره. نظام المعادله زي ما حكيت الدكتور حسن قبل شوي، احنا زي الصراف تجيك يعني شهاده بتعطيها بدك شيء مقابل، يعني المعادله تعني المكافاه والمساواه. انا في عندي شروط حتى اعطيه شيء يعني ما يقابل الشهاده الاردنيه كانه انا بدي كافئ له. في عندنا مجموعه من الشروط. لا، فيما يتعلق بالقضيه الاولى، الطلبه الان اللي هم التحكيم بهاي المدارس ويعني تم ترسيخهم، احنا وزاره التربيه والتعليم ليس لنا اي علاقه يعني بالانظمه التعليميه اللي خارج الاردن، ولا ان تدخل ولا ان سيطره عليها ولا ان علاقه، وايضا ليس لدينا اي يعني اعداد من الطلبه، ما بنعرف مين اللي بروح، طلبه لحالهم بروحوا، ما فيش عندنا يعني بيانات بتشير انه هذول الطلبه اللي راحوا والتحقوا، علما انه احنا من سنتين وثلاث من وسائل الاعلام المختلفه كنا نحذر من مغبة الالتحاق بمثل هاي المدارس نتيجة المشاكل اللي كانت تصير. هاي القضية الوزارة زي ما ذكرت سعادتك وسعادة السفير، احنا مستعدين كوزارة التربية والتعليم كجزء من النظام انه اي شيء يساهم في حلها ما في عندنا مشكلة. القضية الثانية اللي هي قضية هاي المدارس، ندرك بانه الطلبة في فترة ما التحقوا كانوا يبحثوا عن شهادات نتيجة النظام اللي كنا نطبقه بوزارة التربية والتعليم، اللي كان يتقدم الطالب 10 جلسات الفصل الأول، 10 جلسات الفصل الثاني، ممكن يعيده 3-4 مرات، والفرص واستنفاذ الفرص 24-25، وبعدين كان يستنفذ بعد 4 دورات كان يستنفذ حقه وبده يقدم من أول وجديد. هذا دفع قسم كبير من الناس صارت تبحث. الآن النظام التعليمي تغير وسعادتك وسعادتك ونزلنا يعني شاركوا كانوا جزء من تطوير هذا الامتحان، لن يستطيع الطالب أن يتقدم بعدد مفتوح من الدورات 7 مواد، وأيضا تم تخفيض المواد، بدل كان يقدم 24 جلسة بالسنة الآن بآخر السنة في عنده 10 مواد يختار منهم 8 ونحسب له 7 من 8، وفي مواد اختيارية، وحتى إذا نجح الطالب وراغبة برفع معدله نعطيه كمان فرصة إذا بده يرفع معدله. وبالتالي يعني ما ظل في سبب إنه يعني يستدعي إنه الطلبة وأولياء أمورهم يدفعوا هاي المبالغ ويروحوا على مناطق ومدارس هي مش مدارس. إحنا عندما تتبعنا الأمر يعني مع وزارة مع سعادة السفير اللي هناك مش مرخصة، يعني في معظمها غير مرخصة، حاطين عندك عبارة عن أوراق أو وثائق عبارة عن ترويسة وبجيب لك إياها وبقول لك تعال عادل. أنا كمعادلة عندي بالشهادات، لأن هذا النظام سعادتك عالج هاي القضية، أنا عندي شروط حتى عالج، يعني مين ما راح أنا ما إلي علاقة، إنه في بعضهم أخذوا فيز عمال وطلعوا فيز عمال احنا ما لنا يعني اللي بالداخل اللي ما لنا علاقه. انا كوزاره التربيه يعني وبعطي. ما عندي قدره اسيطر على اللي بدهم يروحوا يدرسوا خارج الاردن، ما بعرف. انا بتجيني شهادات، معلش، انا بتجيني شهادات من كل العالم، صحيح، من كل العالم، انا بدي اكافئ له اياها، بدي اعادل له اياها، عندي شروط. الان هاي المدارس اللي في غير بلدانها الاصليه انا لي شرطين ثلاث، بدي يكون مجتمعات، لازم يكون عنده اقامه، هذا النظام يكبرت لازم يكون عنده إقامة، ولازم يكون معتمدة من يعني معترف بها من الدولة المستضيفة. يعني تركيا بتقول لي أنا معترف فيها ومرخصة، كيف إحنا هنا مرخص مدارس؟ دولة هنا ما في أي واحد بيقدر يحط قارمة على أي بناية ويقول أنا هاي مدرسة، أنا في تأسيس وفي ترخيص وفي بدي أروح على المحافظ وبدي أروح وبدي أعطيه رخصة، بدي أعطيه رخصة طبعًا. أنا من وزارة التربية والتعليم بعطي رخصة وكل سنة بده يجدد هاي الرخصة. شو أنا مديرية كان مديرية التعليم الخاص، دار التعليم الخاص، شروط الأمان والدفاع المدني والنعم، كل مديريات التربية والتعليم في قسم للتعليم الخاص اللي بيتابع مثل صحيح. مثل هذه الحالات. وبالتالي أنا لما تيجي الشهادة بطبق هذا التعليم. هلا
بخضعوا لامتحان تحصيل القدرات. هذا الامتحان مو بصراحة لا يساوي امتحان الثانوي العام. هم أربع مواد العلمي وخمس سنين كلها الأدبي. هن المواد الكور سبجكت سيدي اللي بتقدم فيه مواد عادية وعلى ملتيبل تشويس مش هذيك الأسئلة. عارف عام. تحصيل تحصيل. وإحنا غيرنا التعليمات بأنه بدهم مرجعية يقول لك طب ليش بدي أدرس؟ قلنا لو أدرسوا على كتب الثانوية العامة الأردنية حتى أضبط حددنا كواليتي حتى أضبط نوعية التعليم اللي عندي. مخرجات. بتقدم الطالب لامتحان هذا الامتحان البسيط. أها قياس القدرات العقلية والتحصيلي وشو اللي بيجيبه الطالب هو العلامة اللي احنا نعتمدها ومنعادله وبقدر يعيد الامتحان وبقدر ساعات مفتوح يعيد. نعم مفتوح يعني هذا بتذكر قرار دولة الرئيس قبل ما قبل ما يصير رئيس بعدد مفتوح من المرات حتى ينجح هذا التعليم حق له حق للجميع ومعايض يعيد حتى ينجح وعلامة النجاح نزلت من 50% صارت 40% علامة النجاح بالمواد بالسبجكتس بالتوجيه علامة عندنا بالنظام التوجيهي الأردني نعم صحيح علامة النجاح الآن 40% مش 50% 40 أما العلامة اللي بتجيبها بامتحان التحصيل والقدرات تجي الوزارة هو الذي يعتمد هيك التشعب بقول وبعطيه جاب 60 بقول له هاي شهادتك صحيح أنت جايب 100% من تركيا أنت جايب 99.9% بس أنا حتى عادل لك إياها أنا هاي وزيد ساوت 60 وبعطيه وثيقة 60 وضعت مع الوزير في الصورة مبارح قلت له عندنا اجتماع بكرة لكن طلبوا منا مسبقا كذا قال على بركة الله لكن ودي أرد فالمشكلة الخارجية متوليتها وزارة الخارجية صحيح لكن في موضوع دور التربية والتعليم اللي قاعدين يطلعوا بعض وزارة التربية والتعليم ما بتخاطب الدول تقول أعطوني المدارس اللي عندهم ما جرت العادة إلا تركيا جرت العادة بسبب كتب سعادة السفير مشكور سفيرنا بتركيا مش عارف والله شو اسمه بعث لنا أكثر من 10 كتب قال يا جماعة الخير الطلاب يعيشوا في عشوائيات عليهم خطر على حياتهم فضروري جدا بتابعوا أمورهم والخارجية خاطبتنا بكتب رسمية في عندنا طلاب كتب وأنا جالس هناك أيضا في الجلسة ونقول الآن في أحد السماسرة الأردنيين عم بطلع طلاب على ليبيا هذا اللي بيحكي لي إياه مدير المدرسة بطلع طلاب على ليبيا وليبيا ما فيها أمان عم حاطهم بالفندق ومسكر عليهم بفندق حاطهم مسكر عليهم قريبة من صروق بعد المنطقة اللي فيها المشاكل قريبة حوالي بقولوا 40 كيلو قلت يا رجل واحد بضحي في ابنه فلذت كبده في سبيل إشي فيز عمال أخذوا طلاب ودوهم على بسبب هؤلاء السماسرة أنا بقول لك عبد المشرب بنت شاطرة بس بتقول ليش أعقد حالي يابا ما هي صاحباتي بجن راحت واحدة راحت عندها قعدت شهر راحت تغير جوقات يابا ولا فتحت كتاب طب لو أنا خلينا أجيب توجيه يابا أنت رئيس لجنة التربية وبعدين بتحكي مع الوزير وبتزبطني أنا ودي أحكي لك عن بيتي من جوا يعني ما نصير نقول مو كله مثل بعضهم احنا اولياء الامور مسؤوليتنا احنا كمان انا بقول لا يابا اضغط حالك شويه واقرا يابا شويه مثلنا على البيادر بلاش بيادر يقروا في الدار يتحمل اول سنه يعيد سنه ثانيه ما في مشكله يا اختي يعني احنا المفروض نكون مسؤولين اكثر ما هذول اولادنا صغار كل واحد وده ابني يخلص توجيه ما احنا ما بس احنا شايفين كل الظواهر اللي قاعدين بنسولف وهذه المدارس اللي قاعدين بنسولف عنها احنا بنسولف على المستقبل لكن مع ذلك احنا موضوع مشكلتكم الآن وزارة الخارجية أدلت في دلوها وحسمت الموضوع فإحنا يعني شاكرين لجهود وزارة الخارجية وشاكرين أيضا لموقف وزارة التربية اللي أبدت استعدادها تقدم جميع الاستعدادات اللوجستية لعقد الامتحان للطلبة في الأردن جينا وحابين نمشي على الأنظمة والقوانين وأنهم يكونوا هناك بمدة الإقامة اللي هي 180 يوم 120 بس هلأ إحنا أولادنا هدول مين يتحمل مسؤوليتهم خلاص صاروا واعيين لكن في أخطاء كتيرة أنا هلأ اللي بدي أوصل له معلش اللي بدي أوصل له أنا بدي حل لأولادنا اللي 384 طالب أنا فاهمت أخذني مع احترامي للكل اللي بدي إياه أنا يوم السبت في امتحانات وبيقولوا اللي ما راحوا قدموا هاي الامتحانات اللي أصلا نتائجهم كلها مغلوطة امتحانات أنا ما بعترف فيها بصراحة ولا إحنا بنعترف فيها أخذني طلعت نتيجة مبارح لابني أصفار أول مبارح اليوم طلعت له في نتائج يا سيدي العزيز لغاية هذه اللحظة قبل ما أجي عليك وعلى الاجتماع
لغاية هذه اللحظة في اجتماع في نتائج قاعدة تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الكمبيوتر لغاية هذه اللحظة. إيش هالنتائج هاي؟ أنا ما بعرف. أنا بدي أتعدى على الأخوات كلهم. أول شيء أنا محمد العمري عقيد ركن هندسي متقاعد. بداية أود أني أتوجه بجزيل الشكر الكبير والعرفان لدور لعبة وزارة الخارجية ممثلة بالأخ سفيان القضاء وسعادة عهد سويدات، وكان يشاركنا الاجتماعات الأخ عطوفة الدكتور نوفان العجاف. نواف يا سيدي كلهم على راسك. احنا خضينا كثير في موضوع مشكلة الطلاب ولم نطلع لغاية الآن بأي نتيجة. المشاكل المتفرعة عن النتائج المتخبطة اللي طلعت عن وزارة التعليم الليبية، اللي للأسف وزير التربية والتعليم الليبي اللي رسميا وبكتب رسمية موجودة قال وكأن شيئا لم يكن، رجع رد رسبهم بامتحان التربية الإسلامية. قال ليش الأخ؟ قال في بنات حملات سلاح أبيض وهن فايتات على المعركة. أنا عسكري. وين هذول الطلاب توجيه عمرهم 18-19 سنة؟ إذا بسطوا شف طيروا غير. وين جايين طلاب يفوتوا على امتحان ثانوي عام ومعهم سلاح أبيض وسواليف؟ الحق الأول والأخير على لجنة الامتحانات اللي بعثتها الحكومة الليبية إلى تركيا وعلى إدارات المدارس بالدرجة الأولى اللي اتفاجأ الطلاب. أنا جاي أمتحن اليوم الامتحان الأول تربية إسلامية، أتفاجأ وإنهم والله ما إلي رقم جلوس ولا إلي رقم قيد. طبعا انت وين كاين؟ وبنفس اليوم الطلاب انهم امتحانهم بدا امتحانهم الساعه 3:30 او الساعه 3 وانهوا الساعه 5 مساء او بعد الخمسة بعد ما الطلاب هم راحوا جابوا المقاعد وطلعوا. انا ما بديش اخوض بالمشكله التفصيلات كثيره. المهم بتحمل وزير التربيه والتعليم نفسه اللي قاعد يعتذر كل يوم بيعتذر عن تاخير. طب انا جاي الان قبل ما اجي على الاجتماع متاخر في نتائج طلعت للطلاب الان، ورغم انه رسبهم بامتحان التربية الاسلامية كعقاب جماعي لكل الطلاب لانه في 3 أو 4 طلاب لا يتجاوزوا 4 طلاب. ايش طب الطلاب اللي عنده مشكلة مين اللي دفعهم لارتكاب هاي المشكلة معك انت كمدير قاعة؟ انت حطيته بظروف نفسية وادارية، انت اللي يجب ان تتحمل مسؤوليتك. 2 بما انك انت رضيت انهم يقدموا اول يوم الامتحان، لماذا تسمح لهم ان يستمروا بتقديم بقيه الامتحانات حتى اخر يوم؟ وفي كل الحجم اللي بتحكيه انا مفترض صحته ولا بناقشك فيه، بس انا ما عندي سلطه على وزير التربيه الليبي، ما عنده سلطه، ما لا املك الا اني اترجاه اقول يا اخوي بحكم العلاقات اللي بيننا احنا عيال عم واحنا قرايب، خلي هالموضوع حفار دفار. انا لو اني هناك بحكي معاهم في الليبي ما تخاف علي عشائريا قزلك وجاهل سوي هذا الوسيله اللي ممكن نحل فيها مشكله عيالنا في الوقت الحاضر. ما زاد كل التفاصيل اللي بتحكيها هذه ارجو انك تطلع وتحكيها على الاعلام مشان اللي بودوا عيالهم من هالاوقات يعرفوا حقيقه شو اللي قاعد بصير. اعرف شو المدارس المعتمده وشو اللي لا. ما كان عندهم جواب. وجهت مباشره على القنصليه وطلبت منهم بشكل رسمي. حكوا لي لغايه الان ما عندنا مدارس واضحه عشان نسجل فيها. احكي لك انه والله سجل ابنك فيها. سجلته في مدرسة وأخذوا مني مصاري مبالغ ما دفعت كل القسط، ورجعت تواصلت مع القنصلية ورجعت على وزارة التربية والتعليم على قسم الامتحانات. أعطوني أول مرة مجموعة من التعليمات إنه ينبغي 180 يوم وامتحان التحصيل و و و و بعد بفترة ردوا زودوني إنه يمضي فصلين دراسيين وعطوني اسماء المدارس المعتمده. مباشره اخذت المدرسه المعتمده اللي انا بدي اياها وتوجهت وسجلت في مدرسه مرخصه على الاراضي التركيه ومن الحكومه الليبيه، وابني كان ملتزم بالدوام بشكل يومي، كتب كان معاه، حصص كان ياخذ. تفاجات اثناء الامتحانات رحت كاي وليه امر بدي اهتم في ابني اوفر له جو دراسي. انا ابني لعلم جايب في التوجيه 82 حامل ماده رياضيه بالاردن، لكن ابني نفسه يدرس طب اسنان اضطرينا نطلع.
وقدم توجيهي أردني، لكن لسوء حظه حكينا منخوض هاي التجربة وهاي التجربة، إقامته كانت عنده مقابلة بثلاثين واحد ما بيقدر يطلع تركيا، فاضطر إنه تروح على امتحانات الفصل الأول. جينا على الفصل الثاني سجلنا ما قدر يغادر وراح عليه الفصل. أنا شو أعمل؟ اليوم اكتشف إنه ابني عليه خالف أربع أيام لوك، مش مشكلته لوك، دفع غرام واحد بغلصه من حالة 26 برجع ب 24. المشكلة مش عنا، صدقونا أولادنا تعبوا. أنا ابني كان أول محافظة العقبة، أخذوه مدرسة العقبة الدولية، الأول كان عن مدرسة. والله الموضوع موضوع قدرات، ابني قدراته كافية، بحترم القدرات، مش لازم كل المجتمع يسموه دكاترة مهندسين يعني. خلني بس احنا الان وصلنا للمرحله اللي احنا بدناش نلوم بعض فيها. يعني لو قلنا والله بدنا رسوم 500 دينار على التوجيهي، والله غير نطلع مظاهرات قدام وزاره التربيه ونجبركم على العدول على القرار. الان الموضوع اللي بس ان احنا يعني نرد للاخر، يعني اخر شيء كان هو الاعتصام. الاعتصام يا سيدي العزيز امام منزل دوله الرئيس في الامس وكل وسائل الاعلام جنب. طالما احنا الان بالتفكير يعني حكينا انه فلان كذا وتقول فلان كذا، احنا الان امام منزل دولة الرئيس، واحنا كنا بنمثل دولة الرئيس في هالموضوع هذا، كل من موقعه. شو المبرر للاعتصام؟ احنا نعتصم على مين؟ ونحتج على مين؟ ونطالب مين؟ لا مش اعتصام، كان رجاء، كان رجاء من الاهالي. الاعلام الاعلام ما حكى رجاء، انا بس لما شفته على التلفزيون، التلفزيون ما قال رجاء، لا احنا قال اعتصام. اسمحوا لي بس خلينا نكمل لو سمحتوا. احنا الان يا سيدي العزيز انتوا لما جيتوا لعندي طلبتوا بعقد الاجتماع الامتحان بعمان؟ لا. احنا الان في عندنا حكينا طرحنا بدنا نحل المشكله، يعني بدنا تاشيره لتركيا، لكن احنا دائما يعني بنحاول نحل المشكله ونبحث عن الطرق البديله ونبحث عن الحلول الممكنه. فاحنا اللي اقترحنا الان الحل هذا، نتامل انه اخواننا الليبيين يردوا علينا اليوم يعني بانتظار جواب من زميلنا السفير الليبي اللي هو رجل فاضل ومتفهم وضعنا. يعني نتامل انه يقدر يتواصل مع سلطاته ويجيب لنا حل اليوم. فانتوا اعطونا المهله وان شاء الله تعالى احنا في طليعتكم، احنا راس الحرب لكم، احنا المطالبين واللي حاملين يوافقوا يا سيدي، لكن يعني برضو تعذرونا. والله شوف يعني احنا هذا بجوز ليس الاجتماع الاول يعني لمناقشه مسائل طلبتنا اللي دارسين الامتحان الثانويه العامه في خارج المملكه، بجوز من اول يوم دخلنا في مجلس النواب الثامن عشر ولغايه الان واحنا بنواجه نفس المشكله اللي طلبه بدرسوا ثانويه عامه خارج الاردن وتحديدا في مدارس عربيه موجوده في تركيا او موجوده في السودان. في هناك العديد من المشكلات المتعلقه حقيقه بهذه المدارس والمشكلات المتعلقه بهذه المدارس من حيث النظام التربوي فيها أو طريقة ضبط يعني عملية الامتحانات وموضوع الترخيص لها، يعني مشاكل ليس لها أول وليس لها آخر. وكان في هناك تعديل على نظام معادلة الشهادات في شهر 7/2016، فإحنا على ما أذكر حلينا مشكلة الطلبة اللي أنهوا الثانوية العامة قبل عام 2016. بعد عام 2016 صار في عندنا نظام واضح إنه الطلبة حتى تعادل شهاداتهم في الخارج لازم يكونوا بدرسوا في مدارس معتمدة في الدولة اللي هم موجودين فيها وبقصد في ذلك تركيا، ولازم يكون في إقامة ولازم يخضعوا لامتحان قدرات وتحصيلي. لكن المشكلة هذا العام هي مشكلة حقيقة يعني جديدة على الساحة، على هذه الساحة هي مشكلة إنه كل الطلبة اللي كانوا موجودين رسبوا أو رسبوا في في الامتحان وفي عملية عدم تنظيم في إخراج نتائجهم وفي تغيير بشكل يعني سريع حسب ما أفادونا أولياء أمور الطلبة. الآن المشكلة حقيقة هي لا علاقة للأردن في أي مشكلة تتعلق بوزارة التربية والتعليم في الشقيقة ليبيا، لذلك نحن في الأردن هنا لا نملك إلا بالجهود الدبلوماسية في التواصل مع وزارة التربية والتعليم الليبية لحل مشكلة طلبتنا بما يحقق اللي هو المصلحة التربوية بالنتيجة. يعني احنا لا نضغط على حكومة الشقيقة ليبيا بإعطاء أبنائنا شهادات مجانية
وإنما فقط لإعادة الامتحان لهم حسب الأصول حتى يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم. وزارة الخارجية الأردنية حقيقة يعني مشكورة تواصل جهودها الليل بالنهار مع من خلال السفير الليبي ومن خلال تواصل مباشرة مع الخارجية الليبية. تواصلت أنا شخصيا مع معالي وزير الخارجية وهو موجود في القاهرة حتى يتواصل أيضا مع معالي وزير الخارجية الليبي، دولة رئيس الوزراء في الصورة، وما زالت الجهود الدبلوماسية يعني مبذولة سواء بالنسبة لطلباتنا الموجودين في ليبيا أو موجودين في السودان. ونتمنى إن شاء الله خلال يومين القادمين تحل هذه المشكلة. هناك وعد على أنه هؤلاء الطلبة تحديدا اللي مو متمكنين يرجعوا لتركيا أو للسودان مرة ثانية أن يتم عقد الامتحان لهم هنا في الأردن لمرة واحدة. وزارة التربية أبدت استعدادها لتقدم جميع الخدمات اللوجستية لإجراء هذا الامتحان، وبالتالي حتى نخلص من مشكلة الطلبة الحاليين. أما بالنسبة للمستقبل فلجنة التربية النيابية اتخذت توصية ستوجهها للحكومة لضرورة إجراء تعديل فوري وجوهري على نظام معادلة الشهادات لإغلاق الباب على هذا النوع من المدارس، وبالتالي أن لا يسمح بدراسة أي طالب لامتحان الثانوية العامة خارج الأردن إلا لأسباب استثنائية تتعلق بعمل ولي الأمر أو إقامته خارج البلاد. لكن مش معقول اللي معه 10,000 أو 15,000 دينار يروح يودي ابنه يجيب شهادة توجيهي وينافس ابن القرى والمخيمات الفقراء اللي مش قادرين يخلصوا توجيهي، وبالتالي ثم نقع نفس كل سنة في نفس المشكلة. فلذلك بإذن الله تعالى احنا سنواصل جهودنا مع وزارة التربية ومع ديوان التشريع والرأي لإجراء تعديل جوهري وضروري على نظام معادلة الشهادات حتى نسكر هذا الباب بالمرة. يعني على رأي الأردنيين قال شو بريحك من يتيم، قال طلاق أمه، فبنتمنى نصير طلاق لهالموضوع بالمرة. يعني وزارة التربية مقتنعة اصلا، يعني وزارة التربية مقتنعة واحنا مقتنعين، احنا الاهالي اللي مش مقتنعين. احنا مشكلتنا بالاردن كلنا ودنا يجيب تسعينات ويدرس طب، يعني هاي مشكلتنا، مش مشكلة يروح ابني يتعرض للخطر يرجع بتعاطى مخدرات ينقتل ينضم لجماعات ارهابية، مو مشكلتنا، هاي مشكلتنا احنا الاردنيين. انا اول واحد مشكلتنا، انا لو افتح المجال لاولادي بكره بقول اطلع روح اشتري شهادة وجيبها. فاحنا العقال المفروض نكون عاقلين ونضع حد، وخاصة انه اصلا في تغيير جوهري صار على امتحان الثانوية العامة في الأردن. يا جماعة الخير علامة النجاح صارت 40، يعني ما عاد في مبرر أودي ابني الصغير اللي عمره 18 سنة عشان يخلص ثانوية عامة في الخارج. فإحنا مطلوب منكم أنتوا وسائل الإعلام للأمانة تقفوا معنا. هل تعلم أنه خسائر المملكة فوق 100 مليون دينار من وراء هؤلاء الطلبة الآن بإعلان وزارة الخارجية أنت شفته في الاجتماع؟ يعني مش معقول مئات الملايين هذه بتروح على الموازنة الأردنية. فلذلك أنا بقول اعتبارا من هذه اللحظة اللي أنا موجود فيها ما عاد في مبرر، وأنا بدعو جميع أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى الخارج، لأنه بعد هذا الأمر لن نتدخل بأي طريقة، لا بطريقة دبلوماسية ولا بطريقة غير دبلوماسية، لأنه كل واحد بطلع ابنه في الخارج هو اللي يتحمل المسؤولية. لكن إحنا بنحاول قدر الإمكان طالما الفاس وقعت في الراس نحاول نحل مشكلة أبنائنا الحالية. وشكرا.